بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بدو تسولق في الجمعية نتاع تكمات تماعيت زرف وتصل يتابعني الجامعة الدرقة غصب قسد التدريب نبدا متاخرين نظرا الى كنت شفلتنا التفكير في المقابله النهائيه اللي لعب امل قلمين. المهم نبدا متعطرين نقير الخسرانات تقريبا 3 خسارات 4 خسارات. يلاه نبدا الدوره السادسه نبدا التوري التدريب التنتني ولين. بالنسبه للدعم الجماعه راه بدات الدعم ماديا ومعنويا معنويا حتى الجمهور تنتني يريد سنه الفريق ان شاء الله. الى ان الكلمه مسكين المقابله تدشكل عازم الدريد خصوصا اللي كنا قلميم عازمنا اللي ينتصرنا باش تسكرنا المقابله فولكينين سمين لان هذيك انا يقدم لها مسكين العصبه من 2008 يخص الدراري حركنا على الاقل تمثلنا تشرفنا جماعه الدراري. غير اللي نتمنى مسكين المجلس الجديد هذا غيدعم يقول لي لان كنا نتمثل الجامعه الدرقه تيجي 70000 نسمه وكنا نتحاول ما امكن نتوي دريت في تونس الملاهي دغان الحمد لله. غير حتى التدريب الا درنا غير نتدرب بفضل الجامعه تكره التيران مسكين المنطقه انت معي وخي قد الصيصه نصبر نشكر الرئيس المجهودات اللي سكرات اللي غنقيس نقال الاناره واخا تدرس. نتمنى داخت زايد سولك راه الاناره باش تدرب في ظروف جيده ظروف حسنه.